السلام عليكم شباب، ازيكم؟ ربكم بخير. هنكمل شغل مع بعض في جزء الـ OR. خلي بالنا، احنا كنا خلصنا الـ Formulation، خدنا بعد كده الـ Graphical Solution، خدنا بعد كده الـ Simplex، خدنا بعد كده الـ Artificial Solution اللي هو الـ M Technique. الـ Two Phase Method يعني ما لهاش لازمة، احنا كده كده كنت بديها، وبعد كده بتيجي كده بتطلع تقيلة على الناس فبنلغيها. فهنخش بعد كده على جزء الـ هيبقى فاضل لنا الـ Transportation والاساينمنت. خلاص، فاحنا هنبتدي بجزء الاساينمنت. هو المفروض كنا نبدا بالترانسبورتيشن، بس يعني نتعشى من احنا ايه، ناخد الاساينمنت الاول ويعني الحل بتاعه العادي، وبعد كده نشوف حله بالاكسل. يعني نشوف خلال الاسبوعين دول لو ربنا كرم ان شاء الله مثلا رجعنا نكمل بقى، هيبقى فاضل لنا جزء الترانسبورتيشن نكمله في الكليه افضل يعني. ما نفعش هنكمله هنا برضو، يعني هنبقى مضطرين ان احنا نكمله هنا يعني. خلاص، فنبدأ بالأسهل يعني اللي هو جزء الأسايمنت. فالأسايمنت هو الترانسبورتيشن مش صعب برضه، بس عشان يعني بيبقى محتاج تركيز أكتر، والبورد فيه هتبقى أحسن يعني. فأنا يعني حاولت إن إحنا يبقى فيه أكن جنبنا بورد، ويبقى فيه شرح بالإيد كده يعني على قد ما نقدر يعني. خلاص، فهنا في الأسايمنت، الأسايمنت موديل هو ده يعني، مش حاجة مطلوبة منك، هو الدرس اسمه كده، اسمه الأسايمنت. خلاص، الأسايمنت هنا دي معناه اللي أنت عايز تعمل حاجة معينة. بمعنى هيبقى عندي مثلا يا جماعة، يعني هو لو جيت كده معايا بص، يعني هيبقى عندي مثلا جوب معينة، مثلا جوب واحد، جوب اتنين، جوب تلاتة. خلاص، وعندي ماشينز معينة عايز اعمل عليها الجوبز دي، ماشين A، ماشين B، ماشين C. خلاص، شغلانة معينة عايز اعملها على ماشين معين. طيب يا ترى تشتغل جوب ايه، او سوري جوب واحد على ايه، ولا على بي، ولا على سي، وجوب اتنين تشتغل على ايه يعني، ولا ماشين ايه تشتغل على جوب من تلاتة، هتختار ازاي؟ قال لك والله بص، هو المفروض انت بتختار الشغلانة تتم على المكنة. خلاص، او الجوب تتم على الماشين، بحيث انت طبعا عايز تخلص شغلانة، يبقى كده يا جماعة عايزها تاخد المينيموم تايم، يعني متاخدش وقت كتير وما تاخدش فلوس كتير. خلاص، انت عايز تحقق ايه؟ يا دي يا دي، يا والله هشغل، والله هقول انا هشغل جوب واحد دي مثلا على ماشين بي، لان مثلا هتاخد وقت قليل قوي. ومثلا والله لا، ده انا هشغل جوب ثلاثة على ماشين سي، لان مثلا التكلفة هتبقى قليلة قوي. يبقى على حسب اللي انت عايزه. طب على حسب اللي انت عايزه، طب انا همشيها مينيمم تايم ولا مينيمم كوست؟ طبعا هو الاستحالة الاثنين يتحققوا، المينيمم تايم والمينيمم كوست يعني. خلاص، فاحنا بنديك ايه بقى؟ يعني هتلاقي في الجدول ده مثلا ارقام، مثلا 3 4 6 8 9 7 11 12 6 مثلا. خلاص، فانت بتلاقي ارقام هنا. الارقام دي على حسب بقى يا جماعه، ممكن الارقام دي كده تبقى دولار. يبقى انت هنا دي تكلفه، الرقم ده معناه 3، يبقى معنى كده تكلفه اقامه الجوب واحد على الماشين ايه 3، وتكلفه اقامتها هنا مش عارف 8، تكلفه اقامتها هنا 11. طب دي كذا. انت خلي بالك، بص انت بتدور على ايه يا جماعه؟ المينيمم كوست. بس المينيمم كوست مش بالنسبه للشغلانه دي. خلاص، يعني انت بتدور على المينيمم كوست التوتال، يعني بحيث لما تنفذ مثلا جوب ايه وبي، جوب سوري واحد واثنين وثلاثة، خلاص يبقى انت كده اتكلفت اقل تكلفه ممكن. خلاص، يعني مش شرط مثلا، يعني ممكن دي، خلي بالك اهو، ممكن خلي بالك نخلي دي كام مثلا، بدل ما هي ثلاثة نخليها 12. خلاص، طيب فهنا هتقول لي المفروض بقى جوب واحد دي تتم على بي، لان ارخص سعر، ومفروض جوب اتنين تتم على ايه، المفروض جوب تلاتة تتم بقى على ايه ولا سي، صح؟ ما دي ارخص سعر ليه. فاحنا عشان تختار صح، بحيث في الاخر يا اما تحقق المينيموم تايم يا اما المينيموم كوست، في طرق كده بنمشي فيها. يبقى خلي بالك، انت عرفت بقى الجدول بتاعك ده يا اما هيبقى الارقام اللي موجوده فيه دي دولار، خلاص، او فلوس يعني جنيه مثلا او حاجه، يا اما الارقام دي، بص هو الجدول اهو، هو الجدول بتاعي، او جوب واحد اتنين تلاتة ماشين ايه بي سي، والارقام اللي هنا يا اما هتبقى ايه بقى يا جماعه؟ طيب تلاتة اتنين اربعة واحد خمسة ستة، اي ارقام بقى، تمام، سبعة تسعة تلاتة. خلاص، على حسب بقى ايه
يا اما تبقى علامة دولار يبقى انت كده عارف ان انت لازم تجيب مينيموم كوست، يا اما تبقى ارقام فاضية خالص مش معروفة كوست ولا تايم، فانت ايه بتجيب الاوبتيمال سوليوشن في الاخر وهوريك ازاي. يعني القصد يا جماعة اللي احنا نلخصه من الموضوع ده، اللي حضرتك عايز تعرف ايه؟ والله دلوقتي انا عايز اعرف حاجة، بص عايز اعرف اعمل انهي جوب على انهي ماشين بحيث ان في الاخر الاوبتيمال سوليوشن بتاعي يا اما يبقى مينيموم، يا اما مينيموم كوست، يا اما مينيموم تايم، حسب بقى الارقام الموجوده هنا. عشان ما اطولش عليك تعال نشوف المثال اللي معانا كده. خلاص بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي عندك والله في 3 مدن زي دول كده، خلاص فيهم 3 مرات شحن، او يعني اعتبر اكن دي كده، دي كده جوب 1 2 3 اهو لو مش فاهم حاجه، يعني جوب 1 2 3 ودي كده ماشين اي بي سي، ودي ارقام هنا سواء بقى كانت تايم او كوست مش غيرك، المهم انت عايز الاوبتيمال سوليوشن في الاخر بتاعك يبقى ايه مينيموم. انت لحد دلوقتي انا مش فاهم ومتلخبط، هقول لك هديك ازاي دلوقتي. في شويه ستيبس كده بنعملها بتمشي ورا حضرتك، هتلاقي هقول لك في الاخر تعمل مثلا الجوب دي فين والجوب دي فين والجوب دي فين. حلو، بص كده ايه الخطوات بتاعتنا. قال لك هتاخد اصغر رقم في كل صف، لازم بالترتيب كده، هتاخد اصغر رقم في كل صف. خلاص طيب تمام، انا هاخد اصغر رقم في كل صف، اصغر رقم في الصف هنا اللي هو كام يا جماعه؟ 250. اصغر رقم في الصف ده 350. اصغر رقم في الصف ده اللي هو كام يا جماعه؟ 200. يبقى تاخد اصغر رقم في كل صف وتطرحه من بقيه الصف. طب هاخد اصغر رقم في كل صف واطرحه منين يا جماعه؟ من بقيه الصف، اهو دي الخطوات بتاعتنا، هاخد اصغر رقم من كل صف واطرحه من بقيه الصف، فبالتالي الشكل بتاعي هيبقى عامل كده. خلاص انا خدت اصغر رقم من كل صف، طرحت من الصف، طرحت 250 من الارقام اللي هنا اهو، يعني مثلا هنا خدت 250 اهو اصغر رقم في الصف ده اللي هو 250، هطرحه من بقيه الصف. خلاص هطرحه كده من بقيه الصف، يبقى هنا 200 ده يبقى 0، ده 150، ده 100. اصغر رقم 350 هطرحه من بقيه الصف، يبقى هنا 50 و250 و0. 200 هطرحها من كل الصف يبقى 0 250. تمام طيب ادي ده كده طلع لي الجدول بالشكل ده. خلاص طيب، وبعدين انت خدت اصغر رقم في كل صف صح كده، خدنا اصغر رقم في كل صف وطرحناه من بقيه الصف، هتاخد بعد كده اصغر رقم في كل عمود وتطرحه من العمود. اصغر رقم في العمود ده يا جماعه اللي هو 0، اصغر رقم في العمود ده اللي هو 150، اصغر رقم في العمود ده اللي هو كام؟ 0، وتطرحه من بقيه العمود، يبقى 0 ناقص كل الكلام ده هيبقى 0 50 0. اصغر رقم اللي هو 150 تطرحه من كل العمود ده يبقى 0 150، اصغر رقم في العمود ده اللي هو 0 يبقى 100 0 50. بص الماده يا جماعه هنا يعني لعب، يعني احنا بنلعب. خلاص تاخد اصغر رقم كل صف تطرحه من الصف، اصغر رقم كل عمود تطرحه من العمود، هي الماده لعب. والجزء برضه بتاع الترانسليشن هتلاقيه اكننا بنلعب، بنكمل لعب، شويه خطوات كده معينه هتعرفها وخلاص هنا. تمام طيب يعني انا هحسب لكم مثال في الاخر، يعني زي ما كنا بنعمل في المحاضرة يعني احنا في الكلية، اللي هيكمل حله يعني انا هحط لكم طبعا، يعني هقول لكم ميعاد المحاضرة امتى خلاص، وهحط المحاضرة، واسرع اصح واحد هيجاوب المثال ليه بونص يعني. خلاص طيب هيبقى ليه درجتين بونص. خلاص طيب احنا خلاص اخترنا اصغر رقم في كل صف واصغر رقم في كل عمود، خلاص وطلع لي ده بعد ما طرحت ايه اصغر رقم ايه في كل عمود. حلو، بص بقى انت دلوقتي بدات ان انت خدت اصغر رقم في كل صف واصغر رقم في كل عمود وطرحتهم والدنيا حلوه، وده الجدول اللي وصلنا له في الاخر. تمام كده طب هتعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، قال لك انت عندك اصفار صح، عندنا اصفار هنا. تمام يعني لو خدنا الجدول ده كده نشتغل عليه، هنشتغل عليه في الجنب كده عشان برضو الدنيا تبقى واضحه اكتر. انا الجدول اللي طلع لي في الاخر يا جماعه اللي هو الجدول ده كده اهو، خلاص ادي اللي هو دنفر، وهنا ادمونتون، وهنا فارجو، خلاص وهنا اللي هو اوستن، خلاص بوستون، وهنا شيكاغو. طيب هنا الارقام طلعت 0 0 100، هنا 50 100 0 0 50 50. تمام كده
دي الارقام بتاعتي. بصوا يا جماعه نركز قوي في اللي جاي ده. بص هنعمل ايه يا جماعه، هناخد احنا هنا قلنا خدنا اصغر رقم في كل صف واصغر رقم في كل عمود وايه وطرحناهم، ده الجدول اللي طلع في الاخر. تمام، بص بقى ركز معايا. قال لك هتغطي الاصفار باقل عدد ممكن من الخطوط. يعني ايه اغطي الاصفار باقل عدد ممكن من الخطوط؟ هتروح كده عند كل صف يا جماعه، خلاص عند كل صف وكل عمود. بص الصف ده يا جماعه فيه صفرين، والصف ده فيه صفر واحد، والصف ده فيه صفر واحد. طيب العمود ده فيه صفرين، العمود ده فيه صفر واحد، العمود ده فيه صفر واحد. قال لك هتغطي الاصفار باقل عدد خلاص من الخطوط. هتبدا بايه؟ باكتر اصفار. هنا يا اتنين يا اتنين، اكبر رقم اللي هو اتنين، يا اما الصف ده يا اما العمود ده، صح كده؟ تاخد اي واحد فيهم. فانت هتعمل ايه بقى حضرتك؟ بص كده هتروح هنا تغطي الصف ده. انا في حاجه بس عشان نمشي زي الورق عايز اعملها، عشان في فكره عايز اوضحها لك. طب يعني انت هنا بص، ده هنا صفرين زي ما احنا شفنا كده، هنا في صفرين في العمود ده، في صفرين اهو، هنا في صفرين، وهنا في سوري في الصف ده في صفرين، وفي العمود ده في صفرين. بصوا يا جماعه، يا اما هتغطي ده تغطي الاصفار دي، هتغطي الاصفار دي. طب انا اخترت ان انا اغطي الاصفار دي، في اي مشاكل كده؟ طب وتعيد بقى ايه ارقامك من الاول تاني، خلاص عيد ارقامي من الاول تاني. تروح برده عند كل صف وكل عمود تشوف فيه كام صفر. هنا خلي بالك الصف ده بقى فيه صفر واحد، وده فيه صفر واحد، خلاص وده فيه صفر واحد. العمود ده خلاص مبقاش فيه صفار، العمود ده فيه صفر واحد، والعمود ده فيه صفر واحد. طب انت عايز تغطي الصفر اللي هنا ده، خلاص مفيش مشكلة اهو، تغطي ده كده خلاص. طيب وترجع تمسح ده وتعيد ايه ارقامك تاني. العمود ده مبقاش فيه صفار، العمود ده فيه صفر واحد، الصف ده مبقاش فيه صفار خلاص كله متغطي، والصف ده فيه صفر واحد، والصف ده مبقاش فيه صفار خلاص. تغطي برضو ايه براحتك خلاص. فهنا يا تعمل يا تغطي العمود ده يا تغطي الصف ده، فاحنا خلينا زي المسألة، فانا عملت ده كده اهو. فلو نرجع هنا انا غطيت او غطيت الصفرين دول، وبعد كده غطيت الصفر اللي موجود في الصف ده، وغطيت الصفر اللي موجود في الصف ده. تمام. طيب يبقى تاني بصوا يا جماعه، الجدول كان عامل كده اهو قدامك اهو، الجدول فوق اهو، او لو نرجع كده ده الجدول بتاعه. انا عملت ايه يا جماعه؟ لقيت هنا في صفرين غطيتهم خلاص، وبعد كده غطيت الصفر ده وغطيت الصفر ده، بغطي الاصفار باقل عدد ممكن من الخطوط. طيب لو بصيت على عدد الخطوط يا جماعه اللي رسمتها كام؟ 3. 3 دي هتلاقي زي عدد الصفوف العمليه، يبقى كده تمام. قال لك بص بنعمل ايه بقى؟ خلي بالك كان ممكن واحد يقول لك ايه، طب معلش انت ليه غطيتهم كده؟ كان ممكن انا اغطيهم بطريقه ثانيه، يعني انت ليه غطيتهم بالشكل ده؟ ما انا كان ممكن اغطيهم كده. بص لو جيت هنا اهو، انت ليه غطيتهم كلهم كده؟ ما انا كان ممكن ادي المساله بتاعتي اهي، خلاص ادي اللي هي الدنفر، وادي الادمونتون، وادي الفارجو خلاص، وادي الاوستن، وادي بوسطن، وادي شيكاغو. بص كده الارقام اللي هنا ايه، صفر صفر مية، وادي خمسين مية صفر، وادي صفر خمسين خمسين. او هتقول لي ده فيه صفرين، هبدأ بالكبير اهو، هغطي ده خلاص، هغطي كده الصف ده، وده فيه صفر هغطي الصف ده، وده فيه صفر هغطي الصف ده اهو، وثلاث خطوط بقى مفيش مشكلة، ده صح وده صح. بس انا حبيت اعمل دي عشان في فكرة كده هقول لك عليها. يعني انت لو غطيتهم كده مفيش مشكلة خالص، غطيتهم بالشكل هنا ده مفيش اي مشكلة خالص، غطيتهم ده برضه مفيش مشكلة خالص. تمام، هو طبعا ده اسهل، يعني الشكل اللي هو كله يبقى ايه، يتغطي كل الصفوف كله اعمله، ده اسهل. بس دي هنا عشان لو قابلتنا لو صدفتنا يعني. خلاص عايز اقول لك على معلومه هنا، انت كده خلصت خلاص، يعني حضرتك كده ايه رسمت ثلاث خطوط. بص بقى لو عدد الخطوط اللي انت رسمتها هم ثلاثه، ثلاث خطوط هم نفس عدد الصفوف والاعمده، يبقى انت كده تمام بتكمل حل على طول. طب لو اقل منهم
لا لو قال منهم هنتصرف. طب هنتصرف ازاي؟ هقول لك اهو. بص بقى، احنا هنا ما عندناش مشكله، عدد الخطوط اللي رسمتها نفس عدد صفوف الاعمده. فبص بقى حضرتك هتعمل ايه. بص بقى بيقول لك هتاخد اصغر رقم مكشوف. اصغر رقم مكشوف اللي هو كام يا جماعه؟ 50. ماشي، تحس الخطوات كتيره وتلخبط، بس هنشوف، هنحل مثال تاني دلوقتي هتلاقي نفسك زي الفل. وفي مثال هدولك انت تكمله لوحدك ان شاء الله، في، انا متاكد في ناس كتير هتحله صح يعني. خلاص طيب، فهنا اصغر رقم مكشوف، اصغر رقم مكشوف اللي هو كام يا جماعه؟ 50. قال لك هتاخد اصغر رقم مكشوف، بص بقى هتضيفه على التقاطعات وتطرحه من الارقام المكشوفه. تاني، اصغر رقم مكشوف اللي هو 50 هتضيفه على التقاطعات وتطرحه من الارقام المكشوفه. طب لما اضيفه على التقاطعات، مركز فاكره معايا، ده تقاطع، يعني قصدك دي هتبقى 50 ودي هتبقى 100. دي مش هيحصل حاجه، دي مش مكشوفه ولا تقاطع، يبقى زي ما هي. دي مش مكشوفه ولا تقاطع، صح، يبقى زي ما هي. دي مش مكشوفه ولا تقاطع، زي ما هي. مش مكشوفه ولا تقاطع، زي ما هي. ده 50 هيبقى ده صفر وده صفر. خلاص كده، يعني هنيجي كده للجدول اللي بعد كده. خلاص هيبقى ده الجدول الاخير عندي. ركز بقى في الجدول الاخير ده عشان نعرف ايه بنعمل. ده كده الجدول الاخير اهو، ركز بقى معايا عشان نعرف بنختار الجوب والماشين ازاي. احنا كده وصلنا لاخر حاجه، خلاص اخر جدول. خلاص لما عدد الخطوط يا جماعه بيبقى نفس عدد صفوف الاعمده، يبقى انت كده وصلت خلاص. طيب بص الجدول الاخير ده وركز معايا فيه كده. ده كده الجدول الاخير بتاعنا، ادي اللي هي دنفر. خلاص وادي اوستن، بوسطن، شيكاغو. حلو، وصلنا خلاص. الجدول ده هنا فيه كام يا جماعه؟ 50، 0، 100، 100، 100، 0، 0، 0، 0. هتختار الجوب والماشين ازاي؟ ركز بقى كده. المرة اللي فاتت احنا شفنا أكتر عدد من الأصفار وكنا بنرسم خط، المرة دي هتشوف أقل عدد من الأصفار وتختاره. بمعنى هنا يا جماعة الصف ده، خلاص الصف ده كده فيه صفر واحد، وده كده فيه صفر واحد، وده فيه تلات أصفار. العمود ده فيه صفر واحد، والعمود ده فيه صفرين، والعمود ده فيه صفرين. فأنت حضرتك هتبدأ، خلاص هتبدأ باللي فيه أقل. هنا هتبقى باللي فيه اقل، يعني ايه؟ خلي بالك، بص عشان ما تتلخبطش، مشيها يا صفوف يا اعمده. خلاص يبقى يعني انا مشيها يا صفوف يا اعمده. هنا الصف ده، يعني انا دايما همشيها صفوف احسن. الصف ده انت بتقول لي ما فيهوش غير صفر واحد اللي هو ده كده. عارف ده معنى ايه يا جماعه؟ ان الجوب دي لازم تتم على الماشين دي. خلاص يبقى الجوب دي كده لازم تتم على الماشين دي. بص بقى، طالما الجوب خدتها، الجوب خلي بالك، الماشين خلي بالك بتعمل جوب واحده بس، يعني الماشين ما ينفعش تعمل اتنين جوبز. خلاص يبقى دي كده، خلاص يبقى كده بالسلامه وشطبناها. حلو، بعد كده هنا في صفر واحد بس، فانت مجبر كده الجوب دي تشتغل على الماشين دي. خلاص يبقى الجوب دي هتشتغل على الماشين دي. خلاص يبقى دي كده برضو بالسلامه. هتلاحظ هيتفضل لك هنا مفيش غير الجوب دي هتشتغل ايه؟ على الماشين دي. يبقى هنا لو رجعنا للجدول ده تاني يا جماعه اهو، تاني عشان لو ايه حد متلخبط هنعيد تاني اهو. بص كده يا جماعه اهي، يبقى انت هنا عندك هنسميها جوبس وماشين عشان الناس متلخبطش اهو. جوب واحد، جوب اتنين، جوب تلاته، وهنسميها ماشينز. ماشين ايه وماشين بي وماشين سي. الارقام اللي هنا يا جماعه 50، 0، 100، 100، 100، 0، 0، 0، 0. حلو، هنا يا جماعه مفيش غير صفر واحد. خلاص فيبقى ده معناه ان الجوب 2 لازم تتم على الماشين ايه. طيب وهنا في صفر واحد، يبقى الجوب 3 لازم تتم على الماشين ايه يا جماعه؟ بي. خلاص هنا خلي بالك، خلاص انت الجوب 2 او هنا الماشين ايه، الماشين ايه هيشتغل عليها جوب 2، الماشين بي هيشتغل عليها جوب 3. خلاص يبقى هنا ما فضلش غير جوب 1 هتشتغل على ماشين مين يا جماعه؟
ماشي سي. طيب ازاي بقى بتحسب لي المينيمم تايم والكلام ده كله؟ فاكر بقى، بص احنا هنا اهو، يعني لو رجعنا للجدول ده كده، يبقى انت عرفت ان ادمونتون دي يبقى هنا ايه، خاصه باوستن، وهنا فارجو خاصه ببوسطن، وهنا دنفر خاصه بايه يا جماعه؟ شيكاغو. خلاص كده. طيب عايز تحسب بقى المينيمم تايم او المينيمم كوست او الاوبتيمال سوليوشن بتاعك بقى، سواء كان ايه تايم او كوست، هتعمل ايه بقى؟ بص يا جماعه، هتروح الجدول الاصلي بتاعك، تروح الجدول الاصلي بتاعك تشوف مكان الاصفار دي كان فيه ارقام كام. فانا هخلي ده جنبي اهو، اليمين ده، هطلع بقى الجدول الاصلي بتاعي، يعني سيل الارقام اللي موجوده دي يا جماعه ارقام كوست. بص بقى، الرقم ده مكان هنا، الرقم ده هنا كان 400، والرقم ده كده كان 350، والرقم ده كده كان كام يا جماعه؟ 200. يبقى هتجمع 400 زائد 350 زائد 200 اهو، يبقى هتجمع الرقم ده اللي هو 400 مع 350 مع 200، يبقى دي كده ايه يا جماعه؟ المينيمم كوست. يبقى لو نزلنا تحت تاني كده اهو، هتلاقي هنا انا عملت اللي انا قلت لك عليه اهو، المينيمم كوست او التوتال مينيمم كوست 400 زائد 350 زائد ايه يا جماعه؟ زائد 200. خلاص، اللي هي الارقام. ما خلاص، ما انت خدت عرفت انهي جوب مع انهي ماشين، بتروح تجيب الارقام بتاعتك كانت اصلا جايه في الجدول الاصلي خالص، يبقى كده جبت الايه؟ المينيمم كوست. طيب عشان لو في حد تايه لسه او في اي مشكله في حاجه، تعال نشوف مثال تاني كده على الكلام ده. عندي مثال تاني كده اهو، بيقول لي عندي كده يا جماعه ماشين اي بي سي هيشتغل عليها جوب 1 2 3، ودي الارقام بالدولار. اه، يبقى دي كده ايه التكلفه؟ يعني الجوب 1 على ماشين ايه بتتكلف 11 دولار، الجوب 1 على ماشين بي بتتكلف 14، جوب 1 على ماشين سي بتتكلف 6، وهكذا. احنا هنمشي خطوات، ركز بقى معايا. تعال نفكرك بخطواتنا كده يا جماعه. كنت باخد اصغر رقم في كل صف وبطرحه من الصف كله، فاصغر رقم في الصف ده اللي هو 6، اصغر رقم في الصف ده اللي هو 8، اصغر رقم في الصف ده اللي هو كام يا جماعه؟ 7. وهطرحه من الصف ده، لما تطرحه من الصف ده يبقى 5 8 0، يبقى 0 2 3، يبقى 2 5 0 اهو. جيب لنا كده ايه اول جدول عندك. يعني بص، خطوات ايه محفوظه، اصغر رقم كل صف وبعد كده اصغر رقم كل عمود. خلاص. طيب اهو ده الجدول اللي ايه طلع لنا بعد ما ايه خدنا اصغر رقم كل صف طرحناه من الصف كله. بعد كده هتاخد اصغر رقم في كل عمود، اصغر رقم في العمود ده 0، هنا 2، هنا 0، فصفر لما تطرحه من كل ده هينزل زي ما هو 5 0 2، 2 هتطرحه من كل ده يبقى 6 0 3، وده هينزل زي ما هو. هتلاقي الجدول بعد ما تطرح اصغر رقم من كل عمود اللي هو ده كده. طيب ركز بقى كده معايا، شوف ايه رسمنا الاصفار ازاي. انا عندي حضرتك كده اهو، دي الماشين A والماشين B والماشين C. خلاص، ودي الجوب 1، جوب 2، جوب 3. ركز بقى، الارقام اللي هنا 5 6 0 0 0 3 2 3 0. الخطوه اللي بعد اصغر رقم في كل صف واصغر رقم في كل عمود دي يا جماعه بتغطي الاصفار باقل عدد ممكن من الخطوط. يعني ايه اغطي الاصفار باقل عدد ممكن من الخطوط؟ بص كده، هتشوف اكتر عدد اصفار موجود في صف ولا في عمود وتغطيها. بمعنى هتروح هنا حضرتك، هنا في الصف ده في صفر واحد، هنا في صفرين، هنا في صفر واحد، في العمود ده حضرتك في صفر واحد، في صفر واحد، في صفرين. فانت هتبدا يا بده يا بده، لراحك يا تغطي الصف ده يا العمود ده، في مشكله كده؟ طب بص بقى، طب انا غطيت العمود ده، خلاص غطيت الاصفار في العمود ده، ترجع تمسح دول وتعيد من الاول تاني. خلاص، هنا العمود ده فيه صفر واحد وده فيه صفر واحد، الصف ده مبقاش فيه صفار، الصف ده فيه صفرين، الصف ده مبقاش فيه صفار، يبقى هنغطي الصف. في اي مشكله كده؟ هل في صفار تانيه؟ اهو يعني لو بصيت هنا نفس اللي احنا عملناه هنا بالظبط، هل في صفار تانيه؟ لا. بس في مشكله، ان عدد الخطوط يا جماعه، عدد الخطوط 2 مش نفس عدد الصفوف والاعمده. اه معلش، يبقى كده مش هينفع، عدد الصفوف مش نفس عدد الصفوف والاعمده. اهو ادي عندي خطين، خلاص عندي خطين موجودين وانا عندي ثلاث صفوف وثلاث اعمده، لا ما ينفعش.
طب هنكمل ازاي؟ قال لك يبقى مش ده الجدول الاخير انت هتشتغل منه. قال لك هكمل خطواتك عادي. احنا كنا خطواتنا يا جماعه بتكمل ازاي؟ كنت باخد اصغر رقم مكشوف خلاص واضيفه على التقاطعات واطرحه من الارقام المكشوفه. اصغر رقم مكشوف عندنا يا جماعه اللي هو الاثنين. بص هتعمل ايه؟ هتضيفه على التقاطعات وتطرحه من المكشوف. يعني هتاخد الاثنين دي يا جماعه، راح هاخد الاثنين دي كده هضيفها على التقاطعات، يعني ده هنا هيبقى خمسة خلاص، ده كده هيبقى خمسة، واطرحها من الأرقام المكشوفة، يعني دي كده هتبقى تلاتة في الجدول الجديد بقى، دي هتبقى تلاتة، دي هتبقى أربعة، خلاص؟ دي هتبقى واحد، ده هيبقى زيرو، خلاص؟ تعالى نشوف الجدول الجديد كده مع بعض، أهو، أدي الجدول الجديد أهو يا جماعة، خلاص؟ تلاتة، أربعة، زيرو، 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 خمسة، زي ما توقعنا. زيرو واحد زيرو. طب تعالى نكتب الجدول ده على جنب كده ونعرف هنغطي الاصفار ازاي. خلاص يبقى هنا بص بقى هتروح هنا كده، ادي الماشين A، الماشين B، الماشين C، ادي الجوب واحد، ادي الجوب اتنين، وادي الجوب تلاتة. الارقام اللي هنا تلاتة اربعة زيرو 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 خمسة زيرو واحد زيرو. بص بقى عايز تغطي حضرتك الاصفار بأقل عدد ممكن من الخطوط، هتغطي الاصفار بأقل عدد ممكن من الخطوط. بص بقى كده يا جماعة، ده هنا كده في صفر واحد، ده في صفرين، ده في صفرين، ده في صفرين، ده في صفر واحد، ده في صفرين. يبقى تبدأ بالاتنينات. طب أنا هغطي ده الأول، أي واحد بقى، يا تبدأ يا بالصف ده يا بالصف ده يا بالعمود ده يا بالعمود ده اللي يريحك. فانا هغطي الصف ده خلاص، وارجع عيد الكره تاني هتلاقي برضو اللي انت محتاج تغطي الصف ده، وترجع تعيد تاني هتلاقي حضرتك برضو في صفر ناقص تغطيه. خلاص هنا لما غطينا بقى عندي عدد الخطوط اللي غطيت بيها كام يا جماعه؟ ثلاثة. ثلاث خطوط، ثلاث خطوط نفس عدد صفوف الاعمده. اه يبقى انت كده خلاص، ده ايه الجدول الفاينل بتاعك. خلاص هل في تقاطعات؟ يعني هل عندي تقاطعات بقى وهاخد اصغر رقم مكشوف واضيفه على التقاطعات والكلام ده كله؟ لا، عشان كده بحب دايما ايه ما يبقاش عندي تقاطعات قدر المستطاع. يعني خلاص تعمل خطوطك من غير ما يبقى فيه ايه يا جماعه؟ تقاطعات. خلاص فهنا هنعمل ايه؟ بص بقى خلاص ده الجدول الاخير، طالما مفيش تقاطعات بقى هتضاف على حاجه وتطرح عن حاجه يبقى ده كده الجدول الاخير بتاعنا. طيب الجدول الاخير بتاعنا هنكتبه تاني هنا كده اهو، خلاص طبعا مفيش تقاطعات بقى ومش هيتعدل فيه حاجة، يبقى هينزل زي ما هو. ادي A B C، جوب واحد، جوب اتنين، جوب تلاتة. خلاص هنا تلاتة، أربعة، زيرو، 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 خمسة، زيرو، واحد، زيرو. طب بص بقى هتختار، اه لا خلي بالك وانا بختار غير وانا بغطي، وانت بتغطي بتختار اكتر الاصفار وتغطيها، لكن وانت ده وانت بتغطي بتختار اكتر الاصفار وبتغطيها، لكن وانت بتختار بتختار اقل الاصفار. يعني مثلا هنا يا جماعه في الصف ده مفيش غير صفر واحد، خلاص يبقى انت هنا عندك لازم جوب، لازم جوب واحد تشتغل على ماشين سي، خلاص ما ينفعش غير كده. ودي كده خلاص بص بتتشطب دي مع دي، خلاص جوب واحد مع ماشين سي. بعد كده في صفرين وصفر، يبقى اروح للصفر خلاص، ما هنا مفيش غير صفر واحد، احتماليه واحده، ما الماشين بتعمل جوب واحده بس ما فيهاش تعمل اكتر من جوب. يبقى هنا خلي بالك بقى جوب ايه، اه سوري جوب تلاته هتتم على مين يا جماعه؟ على ماشين ايه، ولو ضغطت بعد كده مش هيتفضل لك غير صفر واحد اللي هو جوب بي، جوب تو هتتم على مين يا جماعه؟ على ماشين بي. خلاص يبقى هنا لو جينا نحل اهو دي كده جوب سي، جوب ايه هتشتغل على ماشين سي، وجوب 2 هتشتغل على ماشين بي، وجوب 3 هتشتغل على مين يا جماعه؟ ماشين ايه. عايز بقى المينيمم كوست، انت خلاص عرفت اللي فيها بقى المينيمم كوست، هتروح بقى هنا مكان الارقام دي في الجدول الاصلي تشوف الارقام دي كانت بكام. خلاص نطلع كده فوق في الجدول الاصلي بتاعنا اللي احنا بدأنا بيه المساله اهو،
ده الجدول اللي انا بدأت بيه. مكان الرقم ده كده كان 6، ومكان الرقم اللي هنا ده يا جماعة كان 10، ومكان الرقم ده كده كان 9. تجمعهم مع بعض هيطلع كام يا جماعة؟ 25. دي كده المينيموم ايه؟ المينيموم كوست. خلاص، يبقى دي كده المينيموم كوست اللي هتطلع عندي في المسألة دي، او الاوبتيمال سوليوشن بتاعي هيطلع كام؟ 25. خلاص. طيب ناخد بالنا من حاجه كده يا جماعه، في تشيك بيتعمل على حلك تتاكد منه حلك مظبوط ولا لا. انت هنا حسبت المينيمم كوست قد كام يا جماعه؟ 25. عارف ال 25 دي التشيك ده يا جماعه بينفع لو الكوستس او الارقام اللي موجوده من هنا يا جماعه اقل من 20. بينفع لو الارقام اللي موجوده من هنا اقل من 20. عارف هتعمل ايه؟ مش انت خدت اصغر رقم في كل صف؟ يعني لو رجعت كده، لو جبنا الجدول الاصلي بتاعنا اللي احنا بدانا بيه المساله بتاعتنا، خلاص اهو بص كده، ده الجدول الاصلي. انت حضرتك خدت اصغر رقم في كل صف اللي هو 6 و8 و7، دي اصغر ارقام الصفوف بلس اصغر ارقام الاعمده. بعد كده حضرتك خدت اصغر رقم في كل عمود، اهي دي كده اصغر رقم او اصغر رقم في كل صف اللي هو 6 و8 و7. طيب هناخد اصغر رقم في كل عمود، اصغر رقم في كل عمود كان كام يا جماعه؟ بص كده كان 0 0 و2 و0 زائد 2. عارف ايه بقى؟ اجمع اصغر ارقام الصفوف زائد اصغر ارقام الاعمده زائد 2 المفروض يديني 25. تعال نشوف التجميع دي كده هيطلع 25 ولا لا. ادي 6 و8 14، 14 و7 21، 21 و2 23 و2 يبقى كام يا جماعه؟ 25. يبقى انت شغلك ايه؟ مظبوط. يبقى بتتشيك على الرقم بتاعك ده، بس خلي بالك ده بينفع قلنا لو الارقام اللي موجوده في الجدول اللي انت بادئ بيها اقل من 20، خلاص غير كده مش هينفع. خلاص، ففي التشيك ده بيتعمل اهو، ده المينيمم اساينمنت كوست بتاعتي 25، وعملت التشيك بتاعي مجموع سميشن بتاع اصغر ارقام الصفوف زائد اصغر ارقام الاعمده زائد 2 اداني كام فعلا يا جماعه؟ 25. اوكي. طيب في حاجه بقى يا جماعه نخلي بالنا من شويه الملاحظات دي. بص بقى كده، يعني على جنب هنا كده، هو انت ملاحظ حاجه؟ لازم عدد الصفوف يبقى نفس عدد الاعمده. خلاص، يبقى لازم عدد الصفوف يا جماعه يبقى نفس عدد الاعمده، يعني لازم المساله تبقى سكويرد. طب افرض مش سكويرد، لا تخليها انت سكويرد، اللي هو ازاي يعني؟ يعني انا مديك مثلا كده يا جماعه جوب واحد، جوب اتنين، جوب تلاته، خلاص، وعندك مثلا ماشينز A B C D. لا كده المسألة ما تنفعش، كده المسألة مش سكويرد، ما تنفعش معايا، لازم تبقى سكويرد. أيوة، طب تخليها سكويرد إزاي؟ قال لك بص بقى هنا كده، يعني تخليها تحت شوية كده أهو. يبقى تاني أنا عندي جوب واحد، جوب اتنين، جوب تلاتة، وعندي ماشين A B C D. خلاص، لا لازم عدد الجوبس يبقى نفس عدد الماشينز. طب ايه الحل؟ قالك هتضيف هنا كده يا جماعة، لازم نخليهم قد زي بعض، هتضيف هنا حاجة يا جماعة اسمها دامي جوب. خلاص، هتضيف حاجة اسمها دامي جوب، حاجة وهمية، المهم حاجة تكمل لي ايه المنظومة بتاعتي ان هي تبقى سكويرد. طب معلش في حاجة حضرتك، طب انت الأرقام هنا انت حضرتك بتديها لي كلها، يعني كل اللي هنا ده بيبقى موجود، يعني أنا بديك المسألة يا جماعة بديها لك هنا كده، بديها لك بالشكل ده كده. طب الأرقام اللي هنا دي انت هتجيبها منين؟ يعني الأرقام حضرتك اللي موجودة هنا هتجيبها منين؟ دي هيبقى في حاجة، هيبقى في كذا حاجة، يا إما مش هجيب لك سيرتها خالص، يعني مش هجيب لك سيرتها، أنا هجيب لك المسألة كده وحضرتك تبقى عارف انت لازم تحط دامي جوب، خلاص مش هجيب لك سيرتها خالص. خلاص، ففي الحاله دي حضرتك هتحطها بزيرو. خلاص، يا اما اقول لك والله ان الكوست بتاعت اي دامي، خلاص الكوست بتاعت اي دامي او البنالتي كوست او وات ايفر هسميها لك ايه، يعني الكوست الزياده يعني، خلاص بكذا. يعني مثلا اقول لك الكوست دي ب 8، بتحط لي هنا يا جماعه كلها بكام؟
8 مثلا يعني، خلاص. يبقى هنا يا اما مش هجيب لك سيرتها خالص وفي الحديث حطها بكام يا جماعه بصفار، يا اما هقول لك الكوست بتاعت الدامي باي دامي جوب خلاص، او اي حاجه ناقصه، او اي دامي ماشين لو العكس بقى، لو عندي عدد الجوبس اكتر من عدد الماشين مش العكس يعني، هتبقى ب 8 مثلا او ب 12 او ب 13 او ايفر يعني. خلاص يبقى هقول لك مثلا اد ادامي كولوم او ادامي رو وات ايفر ايه اللي ناقص يعني، ويز انتايرز ايكوال مثلا 12. يبقى انت هتحط لي كل ده مثلا ايه ب 12 13 8 7 500 9 اي حاجه زي ما انا ايه اطلبها منك. خلاص طيب دي اول ملحوظه ناخد بالنا منها. طيب في حاجه تانية، افرض انت طلع فيه اكتر من صفر ومش عارف تتخلص منه، يعني ده الجدول الاخير اللي وصلت له في الاخر مثلا، ده الجدول الاخير خلاص ومش عارف اتخلص من اي حاجه، مفيش اصفار غير هنا، يبقى دي كده مساله ملهاش حل عندك، يبقى دي كده انفيزيبل سوليوشن. خلاص طيب ممكن انا اجيب لك، خلي بالك بص كده، ممكن اجيب لك مساله اهي زي اللي فاتت دي كده بالظبط، خلاص اهي هي هي المساله اللي احنا ايه حليناها المره اللي فاتت دي، ده الجدول اهو بتاعي، واقول لك بقى ايه ساعتها، والله جوب سي ما يستحسنش ان هي تتم على سوري جوب 2 لا يستحسن انها تتم على ماشين سي. بص جوب 2 لا يستحسن انها تتم على ايه ماشين سي، يبقى عارف هتعمل ايه حضرتك، هتيجي هنا ما ليه ما ليه ما يستحسنش ان جوب 2 تتم على ماشين سي يا جماعه، حاجه من اتنين، يا اما تكلفتها هتبقى كبيره جدا يا اما هتاخد ايه وقت كتير جدا. حاجه كبيره جدا عندنا انت عارفها ان الوقت اللي هتبقى ايه يا جماعه ام، يبقى في الحاله دي حضرتك هتيجي هنا وتبدل الرقم ده وتخليه لي ايه يا جماعه ام. طب افرض قلت لك والله لا ده خلي بالك بقى جوب واحد دي يستحسن ان هي تتم على ماشين سي، يستحسن ها يعني يفضل ان هي تتم على ايه ماشين سي، يفضل ان هي تتم على ماشين سي، يبقى دي ارخص حاجه خالص، رخيصه جدا جدا جدا، يا اما وقتها بص قليل جدا 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 وزي الفل. فهنا هتيجي ساعتها بقى هتحط دي بصفر، هتقولي طب طلع افرض وانا يعني في الجدول الاخير طلع هنا في صفر وهنا في صفر مثلا، اختار مين؟ ما هو قايل لك بقى تختار مين، جوب واحد دي كده كده لازم تتم على مين يا جماعه؟ على سي. خلاص هو قايل لك من الاخر جوب واحد دي لازم تتم على مين يا جماعه؟ على سي. في اي مشكله خالص؟ والله في ناس عشان تضمن بقى، بص بقى بيخلي لك دي كده بصفر، يعني هو يقول لك استحسن تتم هنا، بيخلي دي صفر ويخلي دي كده ام ودي كده ام. خلاص هيبقى كده كده استحاله، ده هيفضل طول حياته ام. ده مهما تطرح منه هيفضل ده كام يا جماعه؟ ام، وده هيفضل زيرو، فانت مش هتختار غير دي. يبقى تاني خلي بالنا من الملحوظه دي، اول ملحوظه قلناها يا جماعه ان لازم المساله تبقى سكويرد، لازم عندي صفر زي عدد الاعمده. طب ازاي بعض بتضيف دامي؟ خلاص بتضيف بقى دامي جوب يا اما ايه دامي ماشين، الارقام اللي في الدامي بتحطها ازاي؟ يا اما انا هديها لك هقول لك الرقم بكام بالظبط، يا اما لو ما ادتكش حاجه احطها كلها بكام يا جماعه؟ بصفار. كويس قوي. في ساعات اجي اقول لك يستحسن والله ان الجوب دي تتم على الماشين دي، فتخليها بزيرو عشان تضمن اكتر، خلي اللي جنبها كله بكام يا جماعه؟ بصفر. يا اما اقول لك والله الجوب دي ما يستحسنش ان هي تتم على الماشين دي، فساعتها هتخليها بكام؟ بام. خلاص خلي بالنا من شويه الملاحظات دي، وبرضه هديك ايه مثال على الكلام ده. طيب اهو ده نفس الكلام اللي احنا قلناه، طبعا لو طلع عندي اكتر من صفر المساله كده انفيزبل، زي ما قلت لك اول في المساله ان ما ينفعش اعمل اساينمنت. خلاص ما ينفعش اعمل اساينمنت او اعمل جوب معينه ماشين معينه، يعني مثلا جوب 2 ما ينفعش تبقى ماشين بي، تروح بدل الرقم اللي هنا ده تخليه بمين يا جماعه؟ بام. خلاص طيب ده يعني عدنا نفس الكلام تاني، ولو قال لك ان يستحسن اعمل الجوب دي في الماشين دي قلت لك اهو تخلي الكوست بكام؟ بزيرو. تعال نشوف المساله دي كده، المساله دي يا جماعه اللي هيحلها بونص، خلاص اللي هيوصل للفاينل انسر بتاعها بونص، اسرع اصح واحد، انا هحط لكم المحاضره في وقت معين خلاص بحيث ان كلكم تشوفوها في نفس الوقت، واسرع اصح واحد هياخد بونص. بص كده مديني حاجه بالمنظر ده، يعني نرجع نشوف المساله من الاول كده، بيقول لي consider the problem of assigning 5 operators to 5 machines، يبقى عندي 5 jobs و 5 machines. خلاص كده the assignment cost is presented، يبقى اللي موجود هنا في المربعات دي يا جماعه الكوستس. خلاص find the optimum assignment، وزع لي الخمسه جوبز دي على الخمسه ماشين بحيث ان دي الاوبتيمم اساينمنت، يعني دي المينيمم المينيمم كوست. بص المعلومه الخطيره اللي هناك بيقول لك ايه يا جماعه، اوبريتور اي كانت ورك اون ماشين في،
يعني انت عندك كده ده الجدول بتاعي اهو، خلاص ادي جوب اي دبل اي تريبل اي وهكذا، ماشين اي بي سي دي وهكذا. حلو، بيقول لي ايه يا جماعه؟ اوبريتور اي كان تورك اون ماشين في، اوبريتور اي اهو خلاص كان تورك اون ماشين في، مش هيقدر يشتغل هنا. يعني انت حضرتك هنا ايا كان بقى، يعني دي كانت موجوده كده ما كانش في رقم خالص، هي ممكن اكتب لك اي رقم، وعلى فكره ممكن تجيب لك رقم هنا كبير قوي، يعني انت كده كده لازم تشيله وتحط بداله مين يا جماعه؟ ام. طالما كان تورك يبقى اوبريتور اي مش بيشتغل على ماشين في، يبقى هتشيل ده وتحط مكانه مين يا جماعه؟ ام. في اي مشكله؟ هنبدا مع حضرتك انا الخطوات وانت هكمل بعد كده. بص، طب لو قال لك يعني يستحسن بقى اتس بريفيرد مثلا ان انت اوبريتور اي دي تشتغل على ماشين في، بس هتيجي هنا حضرتك ساعتها كنت هتحط دي بصفر وكل ده بام، يا اما تحط دي بصفر مش مشكله، ايا كان بقى هيطلع في الاخر وتبقى عارف ان ده كده دي لازم تشتغل على دي، اضمن خالص تخلي دي بصفر ودي بامات، ما عملتهاش مش مشكله وهتتلخبط، يعني حطيت دي بصفر مفيش مشكله، بس تبقى عارف انت هتختار دي في الاخر حتى لو طلع هنا في صفر تاني. طيب بص بقى حضرتك كده الحل بتاعنا، كنا بنحل ازاي احنا يا جماعه؟ بختار اصغر ارقام الصفوف، خلاص ده كده الجدول بتاعي، هاخد اصغر رقم في كل صف، اصغر رقم في كل صف هنا الرقم ده اللي هو 2 في الصف 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 ده اللي هو اللي هو كام؟ 6. هطرح الاثنين دي من كل الصف ده يديني الايه؟ الجدول اللي جنبك ده كده، يبقى الجدول ده اللي انا بادئ بيه هنا بعد ما طرحت ايه؟ اصغر رقم في كل صف من الصف كله، تمام كده؟ طيب خلي بالك، بص ام ناقص 6 بام برضه، يعني هتفضل ام زي ما هي، بحيث ان ام ده رقم كبير جدا، خلاص يبقى ام ده هيفضل ام زي ما هو مهما اتطرح او يتجمع عليه. حلو، بعد كده كنا بنعمل ايه يا جماعه؟ باخد اصغر رقم في كل عمود، تمام، اصغر رقم في العمود ده طبعا مفيش ماينس دي واحد، اصغر رقم في العمود ده اللي هو 1، اصغر رقم في العمود ده اللي هو 2، اصغر رقم في العمود ده اللي هو 0، اصغر رقم في العمود ده اللي هو 1، اصغر رقم في العمود ده اللي هو 1، واطرحه، يعني اطرح بقى الواحد من كل العمود ده، خلاص. طيب هتروح هنا هيديك الجدول ده كده اهو، تيجي تغطي بقى، يعني تعالى اغطي لك انا الاصفار كده، خلاص نغطي الاصفار مع بعض، ده الجدول اللي طلع عندي اهو يا جماعه، عندي ماشين اي دبل اي تريبل اي اي في في، وعندي الاوبريتور اي بي سي دي اي. خلاص اهو، طيب نحط ارقامنا كده، ده 0 4 0 7 0 5 3 0 6 4، ده كده 3 0 0 4 2، ده كده 5 0 0 0 2، واخر واحد ده اللي هو كام؟ 2 2 0 2 ام. خد بالك بقى هنا يا جماعه، لو بصيت على العمود ده كده هتلاقي فيه 0 1، العمود ده فيه 0، العمود ده فيه 5 اصفار، العمود ده فيه 0 1، العمود ده فيه 0 1، الصف ده فيه 3 اصفار، خلاص الصف ده فيه 0 1، الصف ده فيه 0، ده فيه 3 اصفار، ده فيه 0 1، فلازم تعمل ايه حضرتك؟ تغطي اكبر رقم خالص اللي هو كام يا جماعه؟ 5. فغطيت ده وتعيد تاني، تمسح الارقام دي كده كلها كانها مش موجوده خالص، وتعيد ارقامك تاني مع الاصفار، لان الارقام بتتغير كل ما بتغطي، خلاص نعيد تاني الارقام. هنا بقى ده كده يا جماعه فيه 0، ده ما فيهوش ولا 0، ده بقى فيه 0 1، ده كده بقى فيه 0، ده ما بقاش فيه ولا 0، يبقى اكبر رقم لحد دلوقتي في الصفوف عندي 2، ده كده حضرتك فيه 0 1، ده فيه 0، ده ما فيهوش، ده فيه 0 1، ده فيه 0 1، خلاص غطيت انت العمود ده، ترجع تمسح الارقام دي وتشوف الاصفار الموجوده، يعني وهكذا
هتلاقي نفسك غطيت الاصفار كده. طبعا في حاجة هنا عندي كام خط يا جماعة؟ 4 خطوط وهم 5 صفوف وخمس عمالة، ما ينفعش. يبقى حضرتك هتعمل ايه بقى؟ هتاخد اصغر رقم مكشوف خلاص وتجمعه على التقاطعات، اصغر رقم مكشوف هنا اللي هو 2، وتجمعه على التقاطعات وتطرحه من الارقام المكشوفة. يعني هنا بص هاخد الاتنين، ده مش تقاطع ولا مكشوف، يفضل زي ما هو. ده هيبقى 6، ده هيبقى 2، ده 7 0، ده هيبقى 3، ده 3، ده 0، ده 4، ده 2، ده هيبقى 1 0 0 2 0، ده كده هيبقى 5 2 2 0 2، ده كده هيبقى 0 2 0 0 ام زي ما هو. وتكمل حضرتك الجدول، المفروض تشوف الحل هيطلع معاك كام، وما تنساش تعمل لي التشيك عشان تتاكد على حلك خلاص. كان في مساله كده كنت جبتها للشباب في ميد ترم تاني عندنا الترم الاول، بس صراحه يعني مش هجيب حاجه بالشكل اللي هو فيه ارقام عشان ده تاني، ان الغرض مش ان انا ايه اغلس عليك في ارقام، يعني الغرض ان انت تبقى فاهم الفكره وخلاص تمام. فهنا ارقام يعني مستحيل، يعني حتى انا في الفاينل ما جبتلهمش ارقام فيها حاجات عشريه تاني الصراحه رخمه، يعني حتى بعد ما جبتها استغلستها جدا الصراحه يعني. فيعني هي ممكن تيجي لك زي ما هي، بس هي تبقى مثلا 37 43 33، مفيش الكسور دي عشان بتبقى رخمه قوي. فانا بقول لك هنا في مساله عندي مدرب عايز يختار فريق سباحه خلاص، ففريق السباحه ده عنده 5 تنفار خلاص، وهو عنده 4 ستروكس هيتلعبوا، عنده الباك ستروك والبريك ستروك والباتر فلاي والفري ستايل. والله عندي 5 سباحين، حمو بيكا ومجدي شطه وشواحه وفيجو الدخلاوي وعمرو دياب خلاص كده. دي ارقامهم، يعني ده رقم حمو بيكا في الباك ستروك، وده رقمه في البريك ستروك، وده رقمه في الباتر فلاي، وده رقمه في الفري ستايل، وهكذا لكل واحد منهم. هو الراجل ده عايز يختار احسن 4 من 5 اللي عنده عشان يدخلهم مسابقه كده، مسابقه ال 200 يارد خلاص، مضايق عشان على مسابقه ال 200 يارد خلاص كده. طيب فهنا دي كده المساله بتاعتي، فهو الراجل عايز يختار احسنهم اللي هو ايه اصغر وقت خالص، يعني المينيمم تايم في الاخر بتاعهم كلهم هيبقى كام. طيب بص كده، اول حاجه تلاحظها حضرتك حاجه، دول كده 1 2 3 4 5، وهنا كام يا جماعه؟ 1 2 3 4. لا ما ينفعش، لازم قلنا عدد الصفوف يبقى نفس مين يا جماعه؟ عدد الاعمده. خلاص انا هوريكم الحل وهبعته لكم، بس زي ما قلت لك يعني ايه دي مش هنغلس فيها تاني، لان دي كمان يعني عدد الخطوط بيزيد ويقل معاها، فدي كانت رخمه جدا يعني الصراحه، استغلست نفس اللي انا جبتها ومستحيل اعملها تاني الحركه دي يعني. خلاص طيب، فالقصد يعني انا بس عشان اوريك الفكره يعني اللي هو ايه لو هي مش كامله يعني خلاص. طب فانت هنا عارف حضرتك ان انت لازم تزود حاجه هنا، لازم تزود دامي ستروك هنا خلاص، لازم تزود دامي ستروك. فدي كده بعد ما غيرنا الاسامي طبعا يعني وحطينا دامي ستروك اهو، انا ما جبتلكش سيره في المساله عامه خالص، ما جبتلكش سيره ايه اي كوست تتحط لاي ضامي او اي كولوم هيزيد ولا اي حاجه خلاص، يعني ما قلتلكش اي ضامي كولوم ولا اي حاجه زياده تتحط بكام خلاص. يبقى دي كده هتسيبها زي ما هي بكام يا جماعه؟ بزيرو خلاص. طيب يبقى حطيتهم كلهم بصفار. بص بقى حضرتك بتعمل ايه، تاخد اصغر رقم في كل صف وتطرحهم من الصف كله، طبعا اصغر رقم في الصف ده اللي هو زيرو، وده كده اللي هو زيرو، وده زيرو وده زيرو وده زيرو، هتطرحهم من الصف كله، يبقى الصف كله ايه هينزل زي ما هو خلاص. بعد كده هتاخد اصغر رقم في كل عمود، او اصغر رقم في العمود ده اللي هو ده، واصغر 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 رقم في العمود ده اللي هو زيرو، هتطرحه من العمود كله خلاص، هيديك الجدول ده. تغطي الاصفار باقل عدد ممكن من الخطوط، هيطلعوا دول يا جماعه خطين، لا خطين ده ما ينفعش اصلا، ده هم 5، هتاخد اصغر رقم مكشوف اللي هي 0.9، تجمعه على التقاطعات وتطرحه من بقيه الارقام المكشوفه، هيديك الجدول ده. وتغطي الاصفار هتلاقي عندك 3 خطوط خلاص، يبقى مش هينفع، اضطر تكمل، هتاخد اصغر رقم مكشوف وتضيفه على التقاطعات، يعني كده هيبقى 1.5 خلاص، وده كده هيبقى 0.6 تمام، وتطرحه من الارقام المكشوفه، ترجع تكمل اهو لحد ما توصل كده. برضو غطيت الاصفار لقيتهم 3 خلاص، هما كانوا 4 بقوا 3،
خلاص يبقى ما ينفعش، يبقى انت لازم تفضل شغال لحد الخطوط دي تبقى 5 خطوط. هتاخد اصغر رقم مكشوف اللي هو بوينت 1، تضيفه على التقاطعات وتطرحه من الارقام المكشوفه. خلاص هتضيفه هنا وتطرحه من الارقام اللي زي دي كده. خلاص هيطلع لك بعد ما تغطي الاصفار هيطلع 4 خطوط لسه، يبقى لازم تاخد اصغر رقم مكشوف تضيفه على التقاطعات وتطرحه من الارقام المكشوفه. خلاص لحد هتوصل في الجدول في الاخر خالص هتلاقيهم خلاص هم كام يا جماعه؟ 5 خطوط. خلاص كده لو بصيت على ال5 خطوط، بص بقى، او يعني بص انا خلينا في الجدول ده كده قبل ما نشوف الجدول بتاع الحل. هنا خلاص ده كده الجدول الفاينل ومفيش تقاطعات ولا حاجه، فده هيفضل الجدول الفاينل بتاعي، مفيش تقاطعات بقى هضيفها وهشيلها والكلام ده كله. بص بقى كده يا جماعه لاحظ حاجه، هنا هتلاقي مفيش غير 0 1، بتختار بقى اقل الصفوف، سوري اقل عدد اصفار في كل صف، ده فيه 0 1. خلاص يبقى مينا هيلعب بريك ستروك، هو الراجل المدرب عايز يختار مين يلعب فين. خلاص كده فخلاص مينا هيلعب ايه؟ بريك ستروك. في مشكله كده؟ يبقى البريك ستروك محجوز لمينا. خلاص طيب لو بصيت هنا برضه هتلاقي 0 1 بس، يبقى كريم هيلعب ايه؟ باك ستروك. تمام طيب لو بصيت هنا هتلاقي 0 2. خلاص طب احنا قلنا هنا يا جماعه مينا هيلعب بريك ستروك وكريم هيلعب باك ستروك، يبقى الباك ستروك هنا فيه خلي بالك 0 2، يبقى ماجد يا اما هيلعب باك ستروك يا هيلعب ضامي. في مشكله كده؟ خلاص يبقى ماجد مش هينفع مع الباك ستروك خلاص، ان خدوا مين يا جماعه؟ كريم. طب هيلعب ضامي؟ لا، يبقى هو ما هو خلي بالك هو في الاصل فيه 4 ستروك، انت من الاخر انت عايز 4 من دول يشتغلوا هنا. يعني بص المفروض ماجد هيلعب ايه؟ الضامي على حسب كلامنا. يعني بص عشان نوضحها لك احسن، بص كده يا شباب اهو، هنا ده الجدول بتاعي اللي طلع في الاخر. طب احنا قلنا بناخد اقل عدد اصفار واشتغل عليه. يعني بص كده الصف ده فيه 0 2، الصف ده فيه 3، الصف ده فيه 1، الصف ده فيه 1، الصف ده فيه 2. هشتغل على الوحيد الاول، يبقى هنا كريم هيلعب باك ستروك، والباك ستروك كده خلص خلاص، او مش هينفع مع اي حد تاني. خلاص هنا مينا هيلعب ايه؟ بريك ستروك، والبريك ستروك خلص خلاص مش هينفع مع حد تاني. خلاص تعيد اصفارك تاني من الاول. بص بقى كده هنا ده لسه فيه 0 2 وده فيه 0 2 لان فيه 0 اتشال منهم. خلاص وده كده مفيش اصفار وده كده مفيش اصفار وده كده فيه 0 1، يبقى ماجد هيلعب دامي ستروك. يعني معنى كده عارف ماجد مش هيلعب حاجه، ان انت كده كده عندك 4 سباحين، دي ده ضمي ده حاجه وهميه انا حاططها، يبقى ماجد كده هيتبقلش، ماجد كده هيتبقلش. خلاص طيب هنا بقى خلي بالك هنا في 2 وفي 2، طب هتعمل ايه في القصه دي؟ بص بقى تقوم رايح بقى للاعمده، والله ده في 1 وده في 2 وده في 1، احنا بنغطي مين يا جماعه؟ الاقل الاول، يبقى احمد خلاص ده العمود 1، يبقى يغطي العمود ده العمود ده. خلاص طب يبقى احمد طبعا العمود ده بتاع الضمي ده بالسلامه، يعني ده مش هيفيدني في حاجه، يعني ده برضه عمود الضمي ملوش اي لازمه معايا. يبقى هنا 1 وبالتالي يبقى انت هتغطي 1 الاول، او هتختاره سوري مش هتغطي، هتختار 1 الاول. يبقى احنا بنغطي بالعدد الصفار اكتر، بختار بعدد الصفار الاقل، فهنا عدد الصفار 1 فاحمد لازم يلعب باتر فلاي، ولما احمد يلعب باتر فلاي خلاص ترجع تعيد صفارك تاني ما تلاقيش هنا غير 0 1، يبقى ياسر لازم يلعب ايه يا جماعه؟ فري ستروك. يبقى هنا في الاخر انت وصلت ان ياسر هيلعب فري ستروك، احمد هيلعب باتر فلاي، كريم هيلعب باك ستروك، مينا هيلعب ايه؟ بريك ستروك. يبقى الراجل كده المدرب كون الفريق بتاعه من ياسر هيلعب فري ستروك، احمد هيلعب باتر فلاي، كريم هيلعب باك ستروك، خلاص مينا هيلعب ايه؟ بريك ستروك. طب عايز بقى المينيمم تايم، المينيمم تايم او الاوبتيمال سوليوشن بتاعك، الاوبتيمال سوليوشن هتروح للجدول الاصلي تشوف الارقام دي كلها كان مكانها كام. خلاص تروح للجدول الاصلي بتاعك تشوف الارقام دي كلها كان مكانها كام. هنا برضو التشيك بتاعنا مش هينفع لان في كسور، خلاص للاسف في كسور، فبرضو التشيك بتاعنا اللي هو ايه؟ اصغر ارقام الصفوف زائد اصغر ارقام الاعمده زائد 2 هيساوي رقم طلع لك مش هينفع عشان هنا في كسور. احنا قلنا التشيك ده هينفع الارقام اللي عندك في الجدول اقل من 20. خلاص طيب انا 20 وما فيهاش كسور كمان، في مشكله كده؟ طيب
فلو رجعنا للحل هنا هنلاقي ده كده الجدول الحل بتاعنا. خلاص ياسر هيلعب الفري ستايل، احمد هيلعب الباتر فلاي، كريم هيلعب باك ستروك، مين هيلعب ده؟ طبعا ماجد هتقول لي هيلعب دامي، لا مفيش اسمها هيلعب دامي، ده كده كده معناه ان هو ايه مش هيلعب او مش معانا في القصه خالص يعني. خلاص طيب هتروح بقى تجيب الارقام من الاساسيه كانت كام. خلاص ده كده الحل بتاعي. طبعا ده التوتال تايم، سوري المينيمم تايم، المينيمم توتال تايم، تجمع الارقام دي هيطلع ده ايه التوتال مينيمم تايم بتاعي. خلاص ده ممكن يعني ممكن حضرتك تحل المسألة دي مع نفسك تاني تاني، دي طبعا يعني أصعب ليفل أو أرخم ليفل في مسائل الأساينمنت. خلاص فأنت حلها مع نفسك عشان تدرب نفسك على جمع وطرح عشان لو بتغلط فيها. خلاص بس زي ما قلت لك دي يعني استحالة، استحالة تجيبها في امتحان، مستحيل يعني، مستحيل تيجي بأرقام عشرية كده خالص يعني. حتى لو هتيجي جرب ممكن تحلها من غير الأرقام العشرية. خلاص وأدي عندك الإكزامبلز زي حلينا كذا كذا مثال، حلينا أربعة إكزامبلز خلاص في المحاضرة، وفي واحد حضرتك هتحله قلنا أسرع صح، واحد هياخد درجتين بونص. ودي كده أربع مسائل أهو شرحناهم بكل، غطينا بكل الأفكار بكل الإيه الحاجات بتاعة الأساينمنت. وإن شاء الله في الشيت برضه باشمهندس ضياء هيبقى في مسائل تانية يعني، هي الأفكار خلاص إحنا خلصنا كل الأفكار هنا في المحاضرة خلاص، بس مسائل تانية عشان إيه تمرنوا نفسكم، ولو حد تايه منه حاجة أو كده هو برضه إيه يظبطها له إن شاء الله. خلاص وبالتوفيق إن شاء الله يا شباب، شكرا ليكم.